الحمد لله وصلنا الغرفة المحدقة. هاي ترارم، تعليمات وباكيجات ودليل الرحلة، البرنامج اليومي كله موجود على السرير. ايش كمان؟ فين البحر؟ احنا لسه ما مشينا بس يلا. هذا الحمام كيوت مرة، نظيف ما شاء الله، مرة نظيف مرة. حازعجك كيوت كيوت كيوت. طلعنا فوق من قسم المطاعم الدور 14 إلى دور 15. لسه الناس مش موجودة كتير بس بدت الأجواء والفعاليات. ليش ما في بايك؟ طيب بحر سولاس، ووفقا لبروتوكولات الصحة والسلامة الحكومية، فيتعين عليكم جميعا المشاركة من خلال مشاهدة فيديو الأمان على التلفزيون الموجود في غرفكم. أخيرا مشينا. باي باي، I love you جدا. يردون علي مرة حلو، إحساس حلو. هون البحر، هنا فيروزي كمان حتى في الليل، شايفين كيف خطير؟ توقعوا نشوف حيتان هنا؟ أتمنى. معلومة مهمة جدا للي حابين الأماكن المرتفعة فوق، هذا الدور 14 اللي احنا فيه، 13 12 11، وتحت، فلا تاخذوا على الدور الثامن لانه قريب من القوارب هذه، ما حتشوفوا البحر كويس.
لا الثامن ولا التاسع، يعني من فوق 10 11 كويس. يلا اللهم احفظنا، اللهم احفظنا، اللهم انت صاحب السفر. يلا نشوفكم على خير، حنتعشى وننام. باي، بكرة الصباح ان شاء الله نشوف ايش البرامج. بسم الله، هذه ايش؟ حارستنا ولا والله تمشي بمحاذاتنا. الله يعين، اذا مشيت طول الليل كيف حننام؟ المزاج هذا. الله يعين.